تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع الدكتورة ندى الملة موجودة معنا في الحلقة بتقدم ويانا هذه الحلقة. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور محمود، محتاسة أنا ورقي طاحت وقلمي طاح. صباح الخير في اليوم الجميل من الأسبوع الجميل، وتم يومين إن شاء الله على الخميس الونيس، وإن شاء الله جميعكم يكون يومكم جميل وكان عندكم أسبوع مثمر. وهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة، احنا موجودين حاليا لايف على اكاونت منو محمود؟ هذا هيئة الصحة، هيئة الصحة في دبي DHA_دبي، وان شاء الله سوف نكون على نور دبي قريبا ان شاء الله. ارقام التواصل معنا للاتصال على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما قلنا موجودين لايف على اكاونت هيئة الصحة في دبي حاليا، وان شاء الله قريبا على اكاونت نور دبي. طيب دكتور، نذكر بالتأمين الصحي، ما باقي إلا شيء، البارحة كانت حلقة كاملة عن التأمين الصحي. السبت آخر يوم، رابط التأمين www.ishd.a، اكتبوا إسعاد في محرك البحث يطلع لكم إن شاء الله. والحين الموقع صار شو الحلو فيه محمود، إنه حاطين لكل شركات التأمين وكل الباقات التأمينية، فتقدر تقارن على راحتك وأوتوماتيكيا على السيستم من الأونلاين تقدر تأمن مباشرة، تسوي أبلود أو تحمل الوثائق المطلوبة وعلى طول ما فدعي تسرون شركات تأمين أو نقاط تأمين على طول من الأونلاين، فمعناه سهلنا عليك الموضوع. طيب شكرا لك دكتورة، عفوا إن سهلت علينا الموضوع. مو بنا هم تنظيم الصلاة لك عند دكتور حيدر. تحبين السبانخ؟ والله محمود عيست أحبها بس ما أقدر أحبها، ما أدري ليش. طيب الآن يقول لك أن العلماء توصلوا إلى ابتكار ثوري في إيجادهم حل لمشكلة إعادة تكوين شبكات الأوعية الدموية الصغيرة المتفرعة من الأنسجة البشرية. فهمت الكلام اللي أنا قلته ولا عيده؟ لا عيد، كمل. أنزل يقول لك حصلوا ابتكار يعني يساعد في تكوين شبكات الأوعية الدموية الصغيرة اللي تتفرع من الأنسجة البشرية. الحين دكتورة ما فهمت الآن الجملة كانت طويلة، الحين فهمت. أوكي. قام الباحثون بتحويل أوراق السبانخ النباتية إلى أنسجة قلب نشطة، حيث أثبتت النباتات أنها الطريقة المثالية لهذه العملية، لأن الأوردة الدقيقة الموجودة فيها قد تكون قادرة على إيصال الدم عبر نظام الأوعية الدموية في الأنسجة الجديدة. والعلماء حاولوا سابقا استخدام طباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة إنشاء شبكات حساسة ومعقدة، ولكن لم تنجح هذه التقنية تماما حتى الآن. نقول حتى الآن ما تعرفش يستوي غدا. صحيح. على الرغم من أن النباتات والحيوانات تنقل المواد الكيميائية في جميع أنحاء الجسم بطرق مختلفة، إلا أن شبكات الشعيرات الدموية الناقلة متشابهة تماما. وسابقا تمكن الباحثون من إنشاء عينات من الأنسجة البشرية ولكن على نطاق صغير للغاية، أما الآن وباستخدام أوراق السبانخ يبدو أن بالإمكان إنماء النسيج إلى حجم كبير بما فيه الكفاية للمساهمة في علاج الإصابات. الباحثون يعملون في تكون هذه التقنيات مفيدة لعلاج ضحايا النوبات القلبية، وذلك من خلال إنشاء طبقات صحية جديدة من عضلة
القلب. طبعا الدراسة نشرت نتائجها في مجال أبحاث المواد البيولوجية الخلايا النباتية من أوراق السبانخ مع إرسال السوائل وميكروبات مماثلة لخلايا الدم البشرية عبر القنوات النباتية، وذلك لخلق قلب اصطناعي. المصدر من الديلي ميل. أنا أقول قبل كله بابا يأكل سبانخ. عاد بابا كان السبانخ يقوي عضلاته. أتوقع كان يعني يتوقع إنه بيكون علاقة بالقلب. والله سبحان الله محمود، شوف العلم كيف يتطور. يعني مثل ما يقولك بين ليلة وضحاها تستوي قفزات نوعية في الصحة. يا سلام، شفت قفزات نوعية في الصحة. هذا الظاهر الأستاذ عمر نجيب يوم أعطانا بعض الأبيات الشعرية، فأنت بديت يعني تتحدثين باللغة العربية الفصحى. فأهلا وسهلا بك يا دكتورة ندى، أكملي. وحتى بين ليلة وضحاها والله حلوة. هلا فسبحان الله، في المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة الآن اليوم، يعني يقول لك أنا متى بفتك من الدواء، أو مثلا وين بيوصل العلم، ما تعرف العلم وين سيصل غدا. يعني الحين تشوف الدراسة اللي قالها محمود إن من السبانخ يقدرون يسوون شعيرات دموية تحسن عن القلب. الدراسات اللي احنا نقرأ لكم إياها كل يوم ترى عبارة عن قفزات نوعية في الصحة. يعني هاي دراسات صح لم تطبق 100%. يعني هاي الدراسات اللي احنا نقرأها وايد ناس يقولوا دكتورة إذا ما في مو موجود هالخدمة المذكورة في الدراسة لم تطبق بعد. صحيح، ولكن كون نسوى عليها دراسة وإن هي نجحت معناها ستدخل نطاق التنفيذ قريبا خلال سنة سنتين أو ثلاث، معناه واحد ما يأس. وترى محمود يقول لك معظم كل الدراسات اللي الحين مذكورة في القرآن ولكن في رسائل خفية، فهذه يستنبطون من القرآن هالأشياء ويبنون عليها دراسات. ترى حلوة يستنبطون صح؟ والله وايد أشياء حلوة قلتيها يعني. بس عموما يعني نحن ما نقدر نقول كل الدراسات بهذا الشكل، لأنه بالفعل يعني علم الإنسان ما لم. صحيح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صح لسانك. إنزين، صح لساني هذه آية يعني. أوكي شكرا. إنزين، أول واحد دخل أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حد دخل good morning from Chile. Now go sleep here is 8:02 a.m. Bye. ليش ترقدون الصبح ساعة 8؟ ما أدري يعني، خليها. يمكن عنده دوام مسائي. قلب اصطناعي، نعم. قلب صناعي يعني ما عنده إحساس بالخوف. أتصدق حسبه رد آلي. ما فهمت. زي قول لي ها دكتور، يقول القلب الصناعي يمكن ما في عنده إحساس بالخوف. بس مركز الخوف مو في القلب يا جماعة، في الدماغ. انزين، ما يحب حتى ما في حاسية. ما لخص ترى هما ربطوا. هما ليش يا محمود كله مسلسلات يعني ربطوا الحب بالقلب. المراكز كلها في المخ، في الدماغ عندنا مراكز للخوف للحب مراكز للتذكر. يعني شوبينج مول ولا هي نقاط مسؤولة عن أحاسيسنا كلها، الخوف، التردد، التوتر، الحب، الكر، كل هذه عبارة عن مراكز موجودة في الدماغ. ولكن لما الدماغ يعني يشغل أي من هالمراكز تنطلق مجموعة من المواد في الجسم فتؤثر على القلب. يعني مثلا لما تقولك تشوف شخص يحبك دقات قلبك تزيد، لأن المصدر من العقل وليس من القلب، فما لخص الإحساس. صباح الخير يا وجوه الخير. كاتب لي الدكتور محمود، والله أنت راجل سكر ما شاء الله عليك، لو سمحت بالله تعيد رابط التأمين الطبي أونلاين. عيدي www.ishd.ae من كلمة السعاد. يا سلام، اكتبوا حتى سعاد بالعربي ترى يطلع. جربتي دكتور لا تعطينهم شيء أنت ما جربتي؟ أنا جربت أمس. والله هي. أكيد هي. أنا ما جربت يعني ما أدري يعني إذا يطلع زين. تصد كذا كذا ما هزت راسه، ما هي مركزة تقول صح لسانك. طيب على هزة الرأس هذه المستمعين اللي يسمعون على الإذاعة طبعا، اللي يشوفون على الانستغرام ما شاء الله الدكتورة من حد نتكلم معاه ولا شيء رأسه ما يوقف هز، كله تزجيه. نعم نعم، أنا مركزة يعني. هي. انزين، فدودهت في المتابعين على الانستغرام فقاموا يقولوا لها يعني لا تهزي رأسك. دكتورة ندى ممكن توضحين في التالي بتقرير الفحص المين بلازما فوليوم MBV 51%
ما اقدر اشرحها على الهواء. ما يستوي شرح طويل يا جماعه. يلا ما نطلع فاصل اشرحي لها على انستغرام شو رايك؟ طيب فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا كم دكتوره؟ للاتصال على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الانستغرام DHA_Dubai وأكاونت نور دبي أيضا على الانستغرام. في عنا مكالمة. يلا صباح الخير. صباح الخير. ألو. انقطعت. يلا كان عاودوا الاتصال. كان يقول نمر ان ابو راشد كان حاب يسلم علينا. المهم سلامك وصل يا ابو راشد. طيب قلتي اليوم عندكم ما شاء الله زحمة في العيادة دكتورة من الصغارية اللي يونكم. صحيح محمود. اللي عندهم مجموعة امراض معدية. كحة والجو يعني هي والله تغير الفترة. صحيح. الماضية. يقولك اليوم إن شاء الله انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي. يلا الحمد لله. أهم شيء مطرنا بفضل الله. والله نحن ما نبغي ينتهي. مستانسين. هي والله مستانسين المطر. إنزين خبريني. إنزين محمود، طبعا في مثل هذا الموسم وايد تنتشر بعض الأمراض اللي إحنا نعرف أنها موسمية، اللي هي شو؟ أمراض الزكام والكحة. طبعا عدو الأمهات الأول هي الكحة. الأم دائما تخاف من الكحة والحرارة، يعني حتى لما تلاقي تقول زكام ما عندي مشكلة بس الكحة والحرارة. إنزين ليش الكحة مزعجة للأمهات؟ طبعا الكحة تخلي الطفل ما ينام في الليل، في أطفال ما يقدرون يأكلون، في أطفال من يأكل يرجع الكلى، يرجع حتى الشربة الحليب، والحرارة تخوف الأم خصوصا في الليل. فتلاقي الأمهات يجون العيادة محمود يقول دكتورة لا أعطيه مضاد لأنه وايد تعبان ومحموم، لازم يأخذ مضاد عشان ما ترجع للحرارة مرة ثانية. فاحنا شو نقول يا ماما يا امهات يا جميلات، ان معظم حالات الاصابه بالزكام والكحه والحراره هي سببها فيروسي. انزين كيف الام تعمل سببها فيروسي؟ بالعاده لما يجي الفيروس للطفل راح تلاقين عنده مايت. هلا محمود ناخذ مداخله. يلا ناخذ عشان ما ينقطع. الو السلام عليكم اخوي. السلام. تفضل. صباحك الله بالخير. من نور السرور. تفضل أخوي. لو سمحت حبيت أصبح عليكم بس، وبرنامجكم وايد جميل. شكرا. ما تعرفنا عليك أنت براشد؟ لا أبو علي. أبو علي والنعم. يا هلا يا أبو علي. والنعم منك والله. زاك الله خير يا أبو علي. يا أخي تسعدنا مثل هذه المداخلات. شكرا لك. شكرا لك. صباحك جميل يا أبو علي. مشكور. الله يحفظك. الله يخليك. حياك الله. طيب دكتورة يعني جزاكم الله خير عن صحة وسعادة. عايزين نعرف تقلب الأجواء سبب في حساسية الأطفال. نعم. وكيفية الوقاية. نعم. إنه سبب في مو حساسية الأطفال، تهيج الحساسية عند الأطفال. طبعا الطفل من قبل يكون عنده حساسية يعني مفروض، بس مع تقلبات الجو تتهيج الحساسية عند الطفل، فيكون عنده كحة، يكون عنده خشمة دائما ينزل ماي، عيونه بعد حكة، عيونه الدمع، هذه كلها أعراض الحساسية. الحكة دائما تدل إن في حساسية في معظم الحالات. فكيف نقي منها؟ طبعا لبس أول شيء، أهم شيء اللبس المناسب. شو يعني؟ يعني يا أمهات أنتوا بتلاقون الجو كذي ماطر، وهذا ألاقي وايد من الأطفال يعني العيادة لابسين عاري، يعني تلاقين البنت لابسة محفر، الولد لابس قميص خفيف. صح الجو ليس بارد، يعني تقول دكتور الجو مو بارد برا، ولكن اللبس الخفيف هذا يعرض الطفل لتيارات الهواء، فممكن تتهيج عندنا الحساسية. هذا أول شيء. ثاني شيء طبعا نتجنب أن نكون في الأماكن المفتوحة، خصوصا لما نلاقي جو شوي مغبر نودي عيانا حدائق أو نطلعهم برا. هذا الغبار هذا جدا مؤذي للطفل. وطبعا ممنوع اللعب تحت المطر. أنا عارف إن إحنا ما نمطر وايد والحمد لله بفضل الله مطرنا هالسنة، فتلاقي كل العيال في الشارع يلعبون وفي الحدائق تحت المطر. ليس من الآمن ترى اللعب تحت المطر، لأن الطفل يتبلل ويدق الهواء، فممكن تيلا نزلة رئوية. طيب انت قلتي لهم اكتبوا عن التامين سعاد بالعربي، فواحد يقول لك محمود خبر الدكتوره كتبنا سعاد بالعربي طلع لنا سعاد يونس.
يلا اوكي انا اعتذر ما ادري يمكن عشان كنت فاتحه الصفحه من قبل ما كتبت اسعاد رجع لي انا اسفه اعتذر. صباحكم الله بخير. بس ابي اعرف كم رسوم التامين مشكورين. ادخلوا على اسعاد اي اس اي اتش دي في باقات متنوعه محمود اقل باقه قال دكتور حيدر 550 درهم الباقه الرئيسيه اللي هي ما بين 550 درهم لين 650 درهم هذه للعماله اللي تقل رواتبهم عن 4000 درهم صحيح صحيح اذا تبغي انت تعطيهم بعد زياده من عندك بعد زين خير وبركه خير وبركه صحيح. ايضا في بعض الاشتراطات كل هاي الاشتراطات مثل ما قال الدكتوره دشوا الموقع قولي الموقع مره ثانيه isahd.ae من تفتحون الصفحة كل الباقات موجودة وفي روابط ترى انتبهوا الباق تلاقي اسم شركة التأمين والباقات التأمينية وعلى اليمين في روابط تدق عليها ينقلك على موقع الشركة نفسها عشان تتأمن. طيب نرجع على موضوع الكحة وحساسية الصدر والربو. انزين دكتورة يعني في علاقة ما بين الكحة والحساسية والربو كلها نفس الشيء. الربو هو الحساسية. احنا بس في مجتمع محمود مو بشرط يعني الربو ما يكون حساسية ممكن انا عندي حساسية من النملة لا من الصرصور. احنا نتكلم حساسية الصدر هي الربو. الحساسية غير الحساسية العادية لا ما يعني ولكن المواد المادة في جسمنا اللي تعتبر شو يقولونها تسبب الحساسية هي مادة واحدة ولكن تتعرف على مواد مختلفة. يعني المادة هي واحدة بس مثلا ممكن أتحسس مثلا من البيض في حد ثاني يتحسس مثلا من الفراولة ولكن حساسية الصدر بالعادة تعني ربو. الأمهات يخافون يقولون ما تدري ليش الأمهات يخافون يقولون إن طفلي فيه ربو تقول لك لا دكتورة ما في ربو في حساسية في الصدر. ترى الربو أو الحياطة يسمونها هي عبارة عن حساسية في الصدر. أول مرة أعرف إن الحواطة حساسية حواطة حياطة حياطة أوكي إيه حساسية في الصدر. في أمهات يقول لك ما عنده ربو ليش أنا بقول لك ليش محمود لأن تلاقي الطفل عمر أربع خمس سنوات تجي له نوبات الكحة والصوت في الصدر يحتاج نبيولايزر وبخار من يستوي خمس أو ست سنوات تلاقي وضعه مستتب وما يحتاج والكحة ما تجي له وايد ليه ما يكبر تلاقي العمر 30 احتمال رجعت له مرة ثانية الأعراض. يقول دكتور أنا عشت 20-25 سنة ما عندي. صحيح الربو يكون عنده أحيانا هذا التطور الطبيعي للربو يكون في الأطفال الصغار ويختفي ويرجع لكم على كبر. طيب كتابة أسعاد للتأمين أو برنامج أسعاد الدكتورة صح أشكركم أش فلفل عموما كاتبين محمود الحلو هي شفتي تستاهل. انزين حد يبغي موقع التأمينات الصحي بكتب لكم إياه اللي تابعنا على الانستغرام بكتب لكم إياه كتابة بس أول ما حصل فرصة. هل يوجد حساسية بالدم وما هي أسبابها؟ حساسية الدم هي موجودة يعني هي ما أسبابها مثل ما قلنا تختلف الأسباب ممكن. وهل لها علاج؟ قولي الأسباب خلينا نعرف العلاج. الأسباب مختلفة طبعا ممكن تكون من غبار ممكن تكون من أكل ممكن تكون من ثياب معينة تسوي حساسية في الدم وايد لأسباب كل شخص يختلف يعني حتى ممكن أنا وأختي عندنا حساسية بس كل واحد له حساسية من شيء مختلف وحتى الدرجة مختلفة ما تكون نفس الدرجة. شو العلاج؟ علاج الحساسية دائما وأبدا الابتعاد عن المسبب هذا هو المفتاح لعلاج الحساسية. طيب مستمعنا الدايم بندى هلا بندى صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير أخونا محمود من نور السرور. شو سؤالك بندى اليوم؟ خير طال عمرك كان زمان أول يسمونه بحمير الربو؟ يوم يكحون الأطفال وايد يسمونه بحمير وليش سموتي؟ وكان يعني زمان أول كان ما في طب ما بطال عمرك صحيح يعلونه في البيت صحيح يعطوا يفركونه على صدره كركم ويا وكس يا هالكركم اللي كان علاج حق كل شيء البكس البكس حق كل شيء محمد البكس وقاعدة الريل وقاعدة اليد صحيح يعني على أساس هذا شوي دفي يعني الكركم طال عمرك صحيح صحيح بنيدة صحيح هذا كان زمان أول هذا نحن نحيد يعني شاكرين لك وكان يعطونا زعتر يعطونا عسل شوية صحيح يعني العسل بعد يدفي بعد طال عمرك صح ويعتبر طارد طبيعي للبلغم بعد مشكورين مشكورين شكرا مشكورين لك نهارك سعيد. راشد دكتورة راشد على طلب بركاته هلا عليكم السلام هلا أخوي تفضل صباح الخير صباحك ورد سرور وصراحة نعيد أشكركم لكم فايدين المستمعين
والله يصلح في ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين. صالح انا سؤالي بيكون شوي ما ادري كيف يعني مو بعن الحساسي وهذا. ليه عندك؟ انا بقول لك قصه طال عمرك مدتها دقيقتين. انا عندي بنيه طال عمرك الحين في الشهر السادس بنتي. اول امس او قبل اربع ايام صحت من النوم على طول رجعت. ردت وفطرت مره ثانيه وبعد رجعت وقامت ما تاكل لين المغرب. نحن شليناها وديناها المستشفى فقرروا انه ينومونه على اساس وسووا له تحاليل وما تحاليل وكذا صحيح. ولكن انا ما رتحت المستشفى هذا الخاص اللي وديته فشليته وديته المستشفى لطيفه. فسبحان الله يعني عملوا سونار ما سونار على البيبي والحمد لله اوكي يعني. لكن دكتور قالت لي هذا نوع من لوحان بعد. قلت له بشهر ثلاثه خايز انا يعني في السادس ما شاء الله. فما ادري كان في عنده حراره وعطوه مسكن حراره خاص عنها. وسووا له تحاليل الحمد لله التحاليل كلها زينه وعقب قالوا والله عنده تقلصات. فهم شكوا انه يكون تقلصات ولاده لكن عقب الحمد لله قالوا لا هذه اعراض. فما ادري شو السبب. هل يعني ممكن انه في الشهر السادس تكرار اللوحام وكذا وهذا من تارك لي على طول الله يعزكم مرتوح شبدا زين ان شاء الله على المغذي بس الحين فيا ريت تفيدني دكتوره جزاك الله. انت بتسمع الاجابه بعد الفاصل. انت لو شفت ايش قال الشخبط هذا الخط مال الدكاتره يوم يشخبطون شي ما ادري نمل متيمع. بجاوبك بعد الفاصل اخوي فالك طيب. خلونا نطلع فاصل يا جماعه الخير وبعد الفاصل ان شاء الله ما ارجع لكم. صحه وسعاده سعد الله وقتك مرة أخرى مستمعينا الكرام. كنا نتكلم عن موضوع وايد مهم على الفاصل لكن اللي ويانا على انستغرام سمعوا السالفة كلها. دكتورة قبل الفاصل كان معنا هذه المداخلة ياريت تجاوبين عليه لأن عندنا مجموعة أسئلة نبغى نرد عليها. صحيح. أتوقع أخوي راشد كان يذكر أن بنته أتوقع 6 شهور حامل وبدأ عندها ترجيع من 3 أيام وبعدين بدأ عندها بعض التقلصات. أخوي راشد احتمال كبير ما يكون وحام، ما في وحام يرجع بشهر الثالث خصوصا انه وقف عنها الوحام في الثالث والحين فيه في السادس. اتوقع هو عبارة عن فيروس، في فيروس ينتشر مع تقلبات الجو لما يتغير الجو بين الصيف والربيع والشتاء والصيف. فيروس ينتشر يسوي تكرم اسهال وترجيع، يعتمد في ناس ما يهم اسهال فقط يهم ترجيع، في ناس يهم بس اسهال ترجيع ما في اسهال، في ناس بس تيهم لوعه على حسب قابليه الجسم. طبعا لما هي تمت ترجع تكرم مع الترجيع هذا طبيعي يستوي عندها بعض التقلصات الخفيفه بسبب الجفاف. فعشان شيء في المراه الحامل دائما حنخاف من الجفاف، اذا يا ترجيع تكرم او اسهال دائما الصحه تشرب ماي وايد، تي العيادات تاخذ مغذي. شو فائدة المغذي؟ أنا بقولك شو فائدة المغذي. المغذي يرد مستوى الأملاح عندها في الدم طبيعي عشان إنه يوقف عندها الإسهال والترجيع واستمرت عندها الأعراض. تعال عندنا العيادة حياك الله وفعلك طيب. ناخذ مكالمة. صباح الخير. ما تخليني أجوب. هلا أخوي تفضل. اختصر الله يخليك لأن عندنا ضيف الاستوديو بعد نبغي نقدمه. السلام عليكم. السلام. هلا أخوي تفضل. لو سمحت أختي أنا عندي شو اسمه من ذوي الاحتياجات الخاصة من مثل أزمة الداون. كنت بتأكد من محمود يوسف إن هل يشملهم هذا التأمين الصحي ولا معفين ولا كيف. وعندي والد 77 عمره صرت كم الشركة رفضوا يعني قالوا ما نأمنهم يعني. أنا بأخذ رقمك تحت الهواء نمر الله يخليك عطني رقم أحمد منحول الكيس مالك على دكتور حيدر وإدارة التمويل الصحي. شو رأيك؟ والله وايد زين. بخليهم يتواصلون معاك وما بيعطونك الإجابة. أسعارهم شوية يعني بخصوص الفالد وايد قالوا السعر يعني خيالي يعني. يعني إن شاء الله ما بيكون خيالي. إن شاء الله ما بيكون خيالي. طيب أحمد شكرا لك. أنا بأخذ بعد هذه تجديد إقامة الأهل لأصحاب المراسيم في ظل النظام الجديد جدا صعب. جدا صعب. حيث يعامل كأجنبي ويطلب منه تقديم مستندات كأجنبي بدون أي استثناء نرجو النظر. ما قلنا يا جماعة الخير الدكتور حيدر قال أصحاب المراسيم جزر القمر زين وأبناء المواطنات صح؟ قال أبناء المواطنات؟ أتوقع ما أتذكر ما بقول بس اللي أنا متأكد منه جزر القمر وأصحاب المراسيم مو مطلوب منهم يأمنون بس في الفترة الحالية محمود. مو على التأمين أتوقع ولا التأمين مربوط بالإقامة عشان شيء. ترى هو يقول هني إقامة الأهل لأصحاب المراسيم. يعني
مو واضح السؤال، هل التأمين والإقامة عموما؟ السلام عليكم يا أهل الخير، أنا أم لستة أطفال، الله يساعدك، نحن برنامجنا الصحي. طيب دكتورة، نحن نتكلم عن مستشفى دبي. صحيح. شو بنتكلم عن مستشفى دبي يا محمود؟ بنتكلم عن مستوى الخدمات والتحديات اللي يواجهها، وكل الطفرة النوعية اللي شهدها مستشفى دبي في الفترة اللي طافت. ما بنطول على المستمعين، على طول بندخل الموضوع مع الدكتور خلدون وليد نبهان، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتور، نورت الاستوديو. حياكم الله، صبحكم بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. الدكتور بعيد قاعد، لو تقرب لا هالصوب عشان الناس يشوفونك بعد على انستغرام، واسحب المايك معك عشان الصوت بس يطلع بشكل واضح. يعني انت من الصح موجوده دكتوره، كان رتبتي المواضيع. ما انتبه الدكتور خلدون مسكين. انزين عموما دكتوره، وش صبحك الله بالخير. انتم في مستشفى دبي ما شاء الله عندكم العديد من الانجازات، نحن بنتكلم على ابرز الملامح الخاصه بهذه الانجازات. تفضل دكتور. صبحكم بالخير وجميع المستمعين. نحن باختصار نبرز بس بعض الاحصائيات عن عام 2016. نعم. بالنسبه لمستشفى دبي، عدد المرضى المراجعين كان 226,000 مراجع. ما شاء الله. الطوارئ كان 99,000 حالات دخول مرضى كان 31,000 والحالات طبعا الووك إن كلينيك كان 25,000 حالة. نحن نفتخر مستشفى دبي إنه هو مستشفى تخصصي. صحيح. عدد التخصصات الموجودة في المستشفى 23 تخصص. فتوجه المستشفى العام 2017 إن شاء الله بإدارة دكتور عبد الرحمن جسمي أن نركز أكثر على مراكز اللي هو Center of Excellence، خاصة مراكز مركز دبي للسرطان، مركز دبي للقلب، ومركز دبي لأمراض الكلى. أهم مشاريع المستشفى اللي نفتخر فيها حاليا إن شاء الله في رمضان، اللي زاد الطاقة الاستيعابية فيه من 46 جهاز غسيل كلى ل 72 والله الحمد. إن شاء الله. وبنفس الوقت نحن بدينا برنامج او عمليا نظرنا في رؤية البنية التحتية القانونية لبدء برنامج زراعة الأعضاء، زراعة الكلى في مستشفى دبي. تم توجيه الجماعة المعنيين في قسم الكلى وقسم جراحة المسالك البولية، وحاليا نرتب مع جماعة الاخوان في السعودية ومستشفى خليفة ابو ظبي، عسى ان شاء الله نأمل على نهاية العام يكون عندنا برنامج واضح بالنسبة لزراعة الكلى. ممتاز. ذكرت دكتور خلدون في 23 تخصص في مستشفى دبي. نعم. أهم التخصصات الموجودة اللي تميزها عن باقي المستشفيات. نحن حابين من عن طريق المنبر نبين أن مستشفى دبي مو مستشفى عام، هاي أول فكرة. يعني. صحيح. فتخصصات الأطفال في مستشفى دبي عندنا مثلا أطفال القلب، يعني تخصص بيدياتر كارديولوجي. عندنا الأطفال جهاز الهضمي، الأطفال المسالك البولية، أطفال الغدد الصماء. وهاي هي كل تعتبر سب سبيشاليتيز. فنحن في الوقت الراهن نحاول أن نوجه السادة المستمعين أن مستشفى دبي هو مستشفى للتخصصات، مستشفى لطيف الجماعة جزاهم الله خير في الطوارئ وغيره يستقبلون الحالات. الأعصاب هو تم في مستشفى لطيفة، لكن تقريبا كل التخصصات الثانية وغير جراحة الأطفال هي موجودة في مستشفى دبي. صحيح. التخصص الموجود في مستشفى دبي مو موجود في مكان ثاني في الهيئة، اللي هو جراحة القلب. ونفتخر بعد من الأشياء البارحة في الصحف، الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب في المستشفى ابتكر ما شاء الله عليه تقنية جديدة في تصحيح الصمام الأورطي. وتم عرض التقنية في مؤتمر الأسبوع اللي طاف الرياض، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتوجه إن شاء الله على نيويورك حسب التقنية اللي شارك فيها فريق جراحي من بلجيكا وفرنسا. فنفتخر صراحة بوجود هالأشخاص موجودين في مستشفى دبي. صحيح. ونحن إن شاء الله بنحاول نستضيف الدكتور في أقرب فرصة قبل ما يفضى، لأن إنجاز كبير يعني، وما شاء الله نحن الهيئة زاخرة بالمخترعين والله الأمانة، حتى اختراعات عالمية يعني جزاهم الله خير. صحيح. وعند بعد القسم الثاني اللي هو المسالك البولية، طبعا هو موجود بس مستشفى دبي. صحيح. والدكتور فريبورس رئيس القسم ما شاء الله بعد من فترة استأصل أكبر كلى في العالم وتوصل ويانا موسوعة جينيس عسوي يسجلونها إن شاء الله قريب من بشر أول ما دعطاري الدكتور فريبورس استضافته عندي في البرنامج. أول ما بدأ يتكلم يا حليلة يعني تكلم كلمتين كذا، قلت له دكتور يعني your Arabic it's amazing talking Arabic. زين قال يعني انا استحيت، قلت له لا تكلم بالعربي خذ راحتك مره. ما شاء الله عليك دكتور. لا ممتاز. كليتين تقريبا 13 كيلو ونص استصلهم، والمريض الحمد لله بحاله ممتازه
فنفتخر في التخصصات هاي، القلب والكلى والسرطان. عندنا حاليا دكتور سيد حماد رئيس القسم، تم تعيينه من شهر تقريبا. ممتاز. فالحمد لله نحن مثل ما التخصصات الثلاثة اللي هو الكلى والسرطان والقلب هي التخصصات الرئيسية بمستشفى دبي. ممتاز. طبعا دكتور خلدون ذكرت انه مع عدد التخصصات الكبيرة كل التخصصات عبارة عن نظام مواعيد، لازم واحد ياخذ موعد وتحويله من عيادة الرعاية الصحية الأولها. طبعا في اكيد مشكلة عدم التزام البعض بالمواعيد، فشو تقول عن المشكلة؟ صراحة يمكن هذا هو السبب الرئيسي في حلقة اليوم، جزاكم الله خير. طبعا نقول للإخوان كلهم، يعني هم آبائنا وإخواننا وخواتنا اللي يراجعون مستشفيات الهيئة بشكل عام، مستشفى دبي. نحن وردتنا الإحصائيات الأخيرة أن عدد حالات أو نسبة تخلف المراجعين عن عيادات المستشفى في دبي كانت كبيرة، 28%. عدد 28% كبير. فبس يعني عن طريق منبر كورهاني بس أوضح الصورة للجماعة اللي عندهم مواعيد، ترى اللي عنده موعد اليوم ترى فيه طبيب يتريه، صحيح، وممرض موجود وملف الطبي موجود يابوه من مستشفى ثاني وغيره، وجماعة عمليا ياسين من الصبح يتريون. نحن بسبب المواعيد فرغنا الطبيب من غرفة العمليات أو من العنابر عشان بيكون في هالعيادة يتري الشخص هذا. صحيح دكتور. فالشخص ما يتكلم على ثلث الخدمات، يعني أنت تتكلم على طبيب مو بقادر يخلص تقرير طبي، مو بقادر يدخل غرفة عمليات، حاطينا في العيادة يتري. فكونهم 28% ترى رقم بنفس الوقت خلنا من يعني جماعتنا والأطباء وزاهم الله خير ومتعاونين ويانا يعني. لكن المرضى الثانيين ترتب عليه يعني الموعد بدأ شهر سوى 3 أشهر، صحيح، لأن المواعيد ومواعيد ومواعيد. نحن يعني نرجو من الجميع، طبعا هم إخواننا ما نقدر نقول والله بيكون في، لا أنت ما دام أنك تلتزم بالمواعيد دكتور يعني فأنت تساهم أيضا حتى في 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 صحة غيرك، مو صحتك أنت بروحك. أقول بطبع أنا المرضى جميل. المرضى هذا شخص مثلا يبي والدته أو والده، وللأسف ما أعطيناه موعد لأن أنت عندك موعد، ولده مريض بعد ما أعطيناه موعد لأن أنت عندك موعد، صحيح. فالقصد يا ريت لو الأخوان بس يلتزمون في المواعيد ويتعاونون معه، يتعاونون يعني إن شاء الله ما يقصرون. طيب تحية لكم للدكتور خلدون النبهان، كلام صحيح. طيب فعلا نفتخر بكل ما تقدمه هيئة الصحة، أتمنى أكون جزء من هالمنظومة في يوم من الأيام إن شاء الله يا رب. استفسار بخصوص علاج الأسنان الضروري مثل علاج العصب والتسوس، غير داخل في أغلب التأمينات وليس السؤال عن الأمور التجميلية. طيب هذه ما خليها حق حلقة، بنسوي حلقة خاصة عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يوجد شراب التهابات يضاهي زرق الإبر يعالج الإنفلونزا للأطفال؟ ما فهمت السؤال معي. ولا أنا فهمته، ومعصب علينا ما قريت سؤالي. دكتورة أنت خطر على المجتمع. شكرا لك. نشوفكم تأكلون وتشربون وتسلمون باليسار بسبب الكاميرا. يلا. الكاميرا أعطي معكم. إنزين. لو سمحتي دكتورة، لما أصوم بعاني من وجع معدة ولوعة وبتعب كثير، في إيش أعمله حتى تتجنب هالعوارض المصاحبة للصوم باختصار دكتورة؟ احتمال يكون عندك حموضة زادة في المعدة، احتمال، بس مع الصيام أنا في المعدة في وايد لأسباب، مر عيادة ناخذ مش تاريخ كامل، نطلبش كمان فحص ونشوف شو المشكلة. طيب عندك سؤال، هل المضاد الحيوي مفيد للطفل أو العلاجات الطبيعية كالعسل أو الكمادات أفضل؟ لأن في أوروبا سمعت أنهم ما يعطون الأطفال مضاد حيوي لأن يقولون لازم الجسم تقوى مناعته. يعتمد محمود على الحالة، يعني الطفل اللي عنده بكتيريا وصديد في اللوز وحرارة 40 ما أعطي مضاد، لا ينعطى مضاد طبعا على حسب الحالة، ولكن هناك تقنين. معنى شو تقنين؟ تقليل في استعمال المضادات الحيوية، ما نعطيها إلا بعد ما نقول أم تري 3 أيام أو 5 أيام. طيب نرجع على طاري الأطفال لمستشفى دبي. دكتور أنتوا عندكم العديد من التخصصات بعد كذلك للأطفال، وعندكم بعض التخصصات الخاصة بالولادة وغيرها، يعني أنت قلت أن مستشفى دبي ليس مستشفى عام، ولكن يعني في وايد تخصصات. هو مستشفى تخصص من 23 تخصص، ويمكن الناس ما يعرفون ان عدد حالات الولادة مستشفى دبي وصل تقريبا 3000 في السنة. ما شاء الله الدكتورة نوال والفريق العمل ما شاء الله عليهم، بصراحة كل فريق العمل مستشفى دبي، صحيح، لكن أكيد. هو نحن نرد ونقول مستشفى تخصصي، معناته ما بالحالات إن لازم يصير مستشفى البرايمر هيرث كير المراكز الصحية ولا، لكن في ناس محتاجين هالتخصصات، صحيح. انت يوم تاخذ موعد على مستشفى تخصصي مثلا سرطان اطفال عند دكتور عبد الرحمن جسمك رئيس القسم، ترى في يمكن حالتك فعلا مو بعدها تم تشخيصها في البرايمر هيلث كير، والجماعه في الرعايه الصحيه الاولي ما شاء الله عليهم يعني ياخذون كل الاجراءات قبل يحولون الحاله عندنا، صحيح. فهو القصد نبى من الاخوان المستمعين ومن الكادر بشكل عام التعاون عشان نخلي الشخص فعلا محتاج هالخدمه التخصصيه
هو اللي ياخذ الموعد في هاليوم يعني. زين شو ممكن تكون حلول عشان نتجاوز او نقلل نسبه الناس اللي ما تحضر المواعيدها؟ ما نقدر نحط عقوبات بالقانون، ما يستوي. احنا بس بالتوجيه عن طريقكم وعن طريق التعاون. الانتماء، نقول انتماء ما نقول مؤسسي، هو انتماء صحي. صحيح. كل واحد لازم يكون عنده الانتماء بينه وبينه وبين نفسه، حسب المسؤولية أصلاً. بارك الله فيك. فهي مسؤولية على الجميع. فلو تخيل والله إذا أنا اليوم ما صرت، والله يمكن أخوي ولده في هاليوم ضاع موعده بسبتي أنا. صحيح. فيتصل قبل بيوم، يعني إحنا ما شاء الله هيئة الصحية مطرش المسجات، طرش مسجات أرقام موجودة، مو بقادر توصل أخي. قبل بيوم اتصل، ولا حتى في نفس اليوم يا جماعة ما بيفه الموعد، يعطون حد ثاني الموعد. طيب في بعض الحالات دكتور إنه ممكن تعطونا موعد على أكثر من يعني في الشهر تقريبا 3-4 مواعيد. نعم. إذا ما حضر أول موعد كنسلوا له الباقي، صح؟ نفس نظام الأسنان الحين مسوينها. بعد نحن مستشفى دبي فاتحين الباب لكل المرضى. طيب ما بنكنسل لهم أي موعد. مرحبين للكل. اللي ما يتعاون كنسه. إن شاء الله. هذا مو مريض إذا ما يجي. عيالنا وجماعتنا كلهم فيهم خير، وأعتقد رسالة وضحت، وما بنكنسل لأي حد موعد. المستشفى مفتوح لكل البشر. والله دكتور بارك الله فيكم، يعني أنا هذا الحس اللي الجميل لديكم يعني أكيد بيساهم بشكل أو بآخر في إنه يساهم في تطوير العمل عندكم. صحيح. وأيضا يخلي الناس تتعاون أكثر بعد كذلك. صحيح. بشركم بعد حاليا عندنا مبادرة الخدمة التطوعية والخدمة المجتمعية. فحددنا بعض المواقع في مستشفى دبي حتى عن طريق إذا حد يبي يعني يتطوع في المستشفى يخدم لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم، كل ما ننسقها عن طريق مكتب المساعدات الإنسانية مع أستاذ سامي. حتى الكادر الطبي ولا الغير أتوقع يعني يمكن نتكلم حتى الكادر الطبي إن شاء الله قريبا بعد بيدخلون معانا، لأن بدينا في مستشفى لطيفة اليوم. صحيح. أول عيادة تطوعية موجودة في مستشفى لطيفة. حتى يعني الجميل فيها أنه حتى على أعلى مستوى الدكتورة منى تهلك موجودة في هذه العيادة، خصصت يعني الوقت اللي بعد الدوام أن هي تفتح هذه العيادة من غير راتب من غير أي شيء للجمهور. نحن مستشفى دبي عندنا عيادة الغدد الصماء دكتورة العوضي ما شاء الله عليها، يعني يشترون على مواقع العمال في سكنهم. صحيح. ويعطونهم الأدوية ويرسون يشخصونهم في المواقع كمبادرة عامل خير. لكن في البرنامج التطوع نبى المجتمع يدخل المستشفى يشوف معاناة المرضى، يساعدونهم يشيلون أغراض. القصد لو كان في المستشفى بيعرف شو معنى موعد، شو معنى أنه مريض. صحيح. شو معنى حاجة المرضى وبيساهم في نشر هذه الثقافة. بارك الله فيكم. ايه. يا الفكرة. جزاك الله خير يا دكتور، كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معاك؟ نشكركم وما شاء الله عليكم يعني إبداع يوم عن يوم، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وما تقصرون. شكرا لك الدكتور خلدون وليد نبهان مدير إدارة الشؤون المالية والإدارة بمستشفى دبي، كانوا يعني في الاستوديو. ومثل ما قال يا جماعة الخير الالتزام بالمواعيد ترى يعني خلوا الموضوع. الدكتور ما شاء الله عليه يعني كان يتحدث ان المسألة نحن ما نبغي نكنسل مواعيد الناس، ولا نبغي نحن شو اسمه ما نخليهم يجون المستشفى او كذا وغيره. لا، المستشفى ابوابه مفتوحه، ولكن يا جماعة الخير بعد كذلك هنالك يعني حس يعني انساني، حس وطني. صحيح. حس الالتزام بأن هذه المواعيد بتساهم بشكل أو بآخر في تنظيم العمل وأيضا توفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن، وفي هدر ترى الأموال والموارد محمود. لما أنا ما أسير والطبيب مفرغ، وقت الطبيب هذا يندفع له مقابلة بيزات من الهيئة. فلما ما يخدم فيه عدد المتعاملين المتوقع يستوي هدر للأموال والموارد. فنفكر فيها، هاي موارد الدولة سخرتها لنا، فإحنا لازم نحسن استغلال هالموارد. طيب أنا عندي ما شاء الله واحدة من المتابعات اشتغلت مذيعة على حساب نور دبي. شو تقول؟ انزين بدأت تترد على الناس وكذا، فخلينا نحن ناخذ هذا. هل يوجد حساسية؟ هاي ذكرناها من قرصة النملة فيه. نعم. فيه؟ ومن يب إن شاء الله. سلام عليكم، عندي كحلها 3 أسابيع وما راحت، نفسي انقطع منه، شو الحل؟ هل رحت العيادة؟ هل وايد في أسئلة؟ هل في حرارة؟ هل في فقدان وزن؟ قالت له وعليكم السلام، هل أنت مدخن؟ ما أدري كذا بدت تسأله يعني. مشهورة. إيه. إنزين. هل الإكزيما تعتبر حساسية؟ نعم. خذ راحتك بس أبي قهوة إن شاء الله. فالكم طيب. يا أخي ما يصير يأكلون كاكاو وقهوة وما يعطونه. أنا حامل، شو علاج حساسية الصدر؟ عادي الحامل تقدر تستخدم أدوية البخار. مو بأنا يعني المستمع. لأن أدوية البخار فقط تذهب إلى الرئة، يعني ما تدخل في الدم أو تأثر في الجنين. عادي تقدر تستخدم البخار. طيب كلها منك سمعت 90,000 هو قال لا 90,000 قال محمود. إيه.
زين هذا تحت الهواء كان الموضوع. هلا والله يسعد صباحكم دكتورة. تقول ما شاء الله ما شاء الله بخير اخبارك انت. سوالف بدينا هني. حبيت اسال اخوي سوى عملية تكميم بس رجع اكثر من اول. ابي اعرف ايش السبب. شو السبب؟ انه طبعا لم يحافظ التكميم يا جماعه. مش معنى بعدين واحد ياكل هو يباه. على دكتور علي خماس لما كان معانا هني ترى كان يقول الناس ممكن ترجع اضعاف وزنها السابق لان لم تحافظ ولم تمارس رياضه. يعيبك الدكتور يعني هو ضعيف وياكل كتكات على كيف توكس ياكل. زين عموما تصدقون انا اشتغلت في لجنه طبيه خيريه قسم تحس انك تملك الدنيا وما فيها احساس رهيب. ما شاء الله جميل. هذا على طاري باب التطوع في مستشفى دبي مفتوح. مسأل الدكتور اتوقع فيه مضاعفات بس شو اسباب هذا تكلمنا عنه. طيب ابي اعرف كيف اعرف اعراض سرطان الثدي. شو راح نسوي حلقه خاصه عن سرطان الثدي بجاوبكم على كل الاسئله. اي بس اعطيني على السريع شيء. يكون في تغير في شكل الثدي الجلد او الحلمه وجود بروز او كتله في الثدي خروج دم او ماء او اي سائل من الثدي تغير في الثدي بشكل عام. عشان كذا دائما ننصح النساء ان تفحص الثدي شهريا عشان تتعرف على اي تغيير يحصل. واي تغيير جماعه ما نهمل ونقول لا عادي اختي قالت ما علي استوى مع نفسي. تعال العياده الطبيبه تفحص بعدين نقول لك اذا عادي ولا لا. كل الشكر والتقدير لمستشفى اللطيفه بصراحه خدمه 5 نجوم. ليت نشوف باقي المستشفيات بهذا المستوى ان شاء الله. كل المستشفيات كل المستشفيات. يسعد صباحكم طلتكم تسعد القلب الله يوفقكم. شكرا يا اخي انت. شكرا اول شيء على هذا بس غير شعار الاكونت مالك. انزين طيب والله انا ولد حطمت رجولتي. كاتب سعاد نكنيم مالك. هي سعاد والله. طيب لو سمحت ابي يمكن سعود. طيب لو سمحت ابي اعرف انا عندي بنت يوم كانت عمرها 6 شهور كان رضعت طبيعي بس بعد كذا ما عاد ترضع لا من صدر ولا حتى الاصطناعي. يوم كان عمرها 6 شهور الحين كم عمرها البنت؟ بالعاده يعني اذا ما ترضع من الصدر ما يمكن كان الحليب غير كافي. ترى انت بتبدين تدخلين صناعي يستوي اسهل على الطفل انه يترك صدر الام لان صدر الام يباله مجهود اكثر. بس في وايد اسباب حبيبتي. تصفين على العياده الساعه 12 بجاوبك ابغى اسال اسئله اكثر وايد يبال اسئله. طيب هني وايد عندنا اسئله دكتوره على حساب الهيئة بالانجليزي ما ادري هذا دخل كذا عرض. بنت عمرها 6 سنين ومن كم شهر جهزت شام وحمى وكحة وجلست معاها شهر ومن أسبوع رجعت لها الكحة بس ألاحظ عندها ريحة في الفم. هل هالريحة بسبب الكحة؟ لا احتمال بسبب اللوز. وديتنا نفحص لوزها. زين ممكن احتمال في الصديد. السلام عليكم. I love Arabic. شكرا. Please say my name. What's your name? والله اسمها صعب أصلا. أوكي. مش شرط يكون في أي تغيير ممكن يكون ترسبات. هذا عن شو؟ عن الثدي يمكن؟ يمكن ما احنا نقول. في واحد سأل عن كرياتين. كرياتينين وظيفة الكلى. الكرياتين حق تضخيم العضل. كرياتين حق تضخيم ما عندي علم. لا دكتور خلدون تعرف كرياتين تضخيم. الحين دكتور خلدون ختمنا معه دخلتيه في ام الحلقه ليش؟ ناخذ يعني راي طبيب ثاني. لا انا ما اعرف يمكن شفتي معضل وهذا قلت لك ايش اسمه ها؟ ياخذ كرياتين. ياخذ كرياتين. لا كرياتين ما اعرف العضلات. هذا سبلمنت دكتوره. نحن يعني اكثر من شو مكوناته كانوا يعني الجماعه ما في اداره التغذيه ما يشجعون على استخدام اي شيء يكبر العضل. يا جماعه ترى ما التغذيه ما ينصحون فيه لانه ممكن ياثر على الكلى. سووا رياضه. ترى بالرياضه هذا ياخذون عشان شو اسمه يعطيهم طاقه اثناء ممارسه الرياضه. ما عندي تعليق لان احنا ما تلعب رياضه لانه ما لخص لان المكملات الغذائيه احنا اللي يعني اللي تكبر العضل احنا ما ننصح فيها وايد لان ما في عليه دراسات كافيه وممكن تاثر على الكلى. طيب نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم. ما نتواصل معاكم ليه ما نطلع برا على الانستغرام لكن بالنسبه لي حلقتنا هني في صحه وسعاده نختمها. كل الشكر للمبدع نمر محمد عبده. يا اخي تسعدنا لما تخرج برنامجنا. البركة في الشباب كلهم لكن معاك انت نستمتع اكثر. صحيح. ها دكتورة
الصبغ مال اللحية يأثر على هذا؟ ممكن يسوي سرطانات حق لا سرطانات ما بنقول ممكن يسوي رد فعل تحسسي. رد فعل تحسسي وممكن بعد سنوات ترى في ريال يستعملون 10 سنين 12 سنة عقب يوم رد فعل تحسسي لأن صبغة اللحية مالت ريال خفيفة. هي ما يسمع الحين لا يرمس في التليفون. عموما وصلنا لختام حلقتنا، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد إن شاء الله. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وكانت معنا الدكتورة ندى. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.